اهلا بيكم، انا ميرات السكري وهي اسئله رمضانيه. النهارده السؤال اللي جالي ميرات، اصل احنا مضغوطين جدا، يعني ما بين الشغل والبيت اللي مثلا بنوضبه بلس المتطلبات الاجتماعيه، قد ما هي لطيفه وعايزين نخرج وعايزين نشوف كل الناس، بقت عامله لنا ضغط، وفي اخر النهار بنلاقي نفسنا ما عملناش اللي احنا عايزينه، وممكن ما كناش عملنا الروحانيات اللي احنا كنا ناويين نعملها، ودي مضايقانا جدا. الوقت مش مكفي، الوقت مش مكفي. طيب هنبتدي بيه، رتب الجدول. انت بتعمل ايه؟ كم ساعة رايحة على التلفزيون؟ كم ساعة رايحة على التليفون؟ قد ايه وقت ضايع؟ يمكن حتى لو في التطبيخ او التحضير ممكن نغير في ده شوية، ممكن ابسط الامور، نشوف احنا بنعمل ايه. هم 24 ساعة مش قليلين على فكرة، هيكفوا. وممكن قوي اظبط ان انا اشوف المجامع في مجامع اكبر، او اعمل يومين بس اللي فيهم خروج والباقي للروحانيات بتاعتي عشان ارتاح. اشوف اهمياتي، لو انا اهمياتي للروحانيات يبقى دي اهم حاجه، لو ومش هعمل حاجه لغايه ما دي تخلص. لو انا اهمياتي حاجه تانية، خروجاتي وكده، اوكي اشوف كده. عموما المسلسلات دي كلها هتيجي بعد كده وموجوده على اليوتيوب ومش هتروح حته، فدي الحاجه اللي ممكن بسهوله نسقطها، كل واحد اختياره طبعا، بس دي من الحاجات لو احنا مضغوطين جدا ممكن قوي نسقطها. طبعا الحل التاني المهم جدا جدا ان ما بقاش حاسس ده، لان طول ما انا حاسس ان انا مضغوط كاني بجذب الضغط اكتر ليا. طول ما انا حاسس ان انا الحاجه الدنيا زياده قوي عليا وزحمه قوي، كاني بقول للدنيا اسحميني اكتر اسحميني اكتر. ده قانون الكون. هنعمل ايه؟ هنعمل ربط. فهنقول بالرغم ان انا مزحوم جدا وحاسس مش ملاحق، انا بحب اتقبل نفسي رغم ان حاسه ان انا مزحومه جدا ومش ملاحقه خالص، وحاجات بتسقط مني وبقيت مرهقه ومهلكه، انا بحب اتقبل نفسي. وثالث مره، بالرغم ان انا حاسه ان انا يعني ما معناه overwhelmed، الحاجه كتير قوي عليا ومش ملاحقه والحاجات بتسقط ومش بقى، وفي الاخر بدخل في لوم لان مش ملاحقه، انا بحب اتقبل نفسي. حاسه ان الحاجات كتيره قوي، حاسه ان مش ملاحقه، اللي عايز اعمله اكتر من اللي قادر اعمله، وعلى طول مجهده، على طول تعبانه، بنامش كفايه، الحاجات اللي لازم اعملها في رمضان كتيره قوي، او انا اللي حاطه بجدول مليان، انا اللي مصممه اخرج كتير وعايزه اتفرج على حاجات، وبعدين عايزه اعمل الروحانيات والدين، وبعدين عايزه اعمل حاجات تانية، وعايزه اعمل الاكل 100%، وعايزه وعايزه وعايزه. يمكن انا اللي عامله الحاجه دي في نفسي، مرهقه وتعبانه وتحسن ضغط جامد جدا، مرهقه وتعبانه وعامله كده. انا هعمل لفه كمان بقى عشان افتح مجال لتغيير، يا ترى ينفع ان اغير، ان اعرف ايه اولوياتي، ان اخد نفس كده واعرف ايه اولوياتي واعمل اولوياتي انا، ومليش دعوه الناس التانية بتعمل ايه. اذا ينفع ان انا اهدى واخطط زي اي حاجه بتتخطط، اخطط يومي المفروض يمشي ازاي وابقى واقعيه في تخطيطي، ده بياخد كام ساعه وده بياخد كام ساعه، وابتدي اشيل الحاجات اللي فعلا ممكن استغنى عنها بحيث يبقى عندي وقت للاولويات عشان انا ابقى مرتاحه كل يوم بالليل مع اللي عملته في اليوم ده. هقول اقول بقى انا بختار ان اعمل الجدول ده واعمل اللي مهم ليا انا، اللي انا نفسي اعمله فعلا، اللي هو يبسطني ويسعدني ويحسسني ان عملت اللي عليا. يعني دي طريقه من الطرق اللي ممكن نعمل عليها الربط للموضوع ده، موضوع الزحمه دي يعني لها كذا جانب. اللي عايز يعرف اكتر عن شغلي بليز خليكم معايا على اليوتيوب، سبسكرايب يعني اشتركوا معايا. تاني حاجه صفحتي ميرات السكري، تالت حاجه الموقع طبعا miratessukari.com، عشان حياتنا تبقى اسعد وصحتنا احسن ونعيش حياه افضل. في الاخر طبعا اختيار لك. Oh, 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 oh